بالماضي شفت من الزوايا تحت الكربون خلتو قلبي عيش شفت اللي قال انا مسؤول انو ردو اطلام لحسفوني يحسبو عندهم سيستم ارام اللي حدايا ما نعرفوش منطقة معزولة وبعيدة بزاف. الناس هادوما راهم تالبينهم كائنات. شكون؟ الجن. دار هادية فيها هادوك الناس. فهمني النار هادي كيفاش تعمل؟ النار هادي ربانية. أو لا لا. حروقة؟ شوف شوف ها. لما جاو جماعة تقفوا معنا قريب ساعة. باب هذا راه مشى جينا كاش بنسلكو راه مشى تحرق وراه الله اعلم شحال معينا راهي قاعده كيما البلديه مذعورين خايفين رانا فوق سطوحات هذا هو الحوش اللي حكينا لكم عليه بلديه ولاد معروف ولايه مديه هاد المره ماشي مشكل ساكن ولا مشكل كيما الكوارث ما فين تشوفوها هذيك اللي حاجه واحده اخرى الناس هادوما راهم تالبينهم كائنات شكون انا رايح ديريكت نشوفوا لوكا تاعهم رانا وصلنا لعين المكان رانا مع الناس هادو اللي يسكنوا هنا فريمون منطقه معزوله وبعيده بزاف خويا العزيز فهمني المشكل تاعكم وشنو المشكل تاعنا النار تشعل ما عندهاش وقت ما عندهاش زمن جبت وراقي كشما جبنا 10 مش راقي واحد 10 اللي يقول مليح نجيبوه صح ودوكا راكم تشردين برا رانا مشردين دوكا تشوف بعينك فهمني النار هذه كيف تشعل النار هذه ربانيه تشعل وحدها تبدا تحرق القش واش كاين في الدار تحرق هكذا هكذا بدات بيا انا بالحوش تاعي هو الاول هنا هذه داري يعني أنا. الدار هاديه إيه؟ والدار هاديه إيه؟ هي وقت تبدا تشعل الصباح والعشيه تشبه تشعل الصباح والعشيه ما عندهاش وقت كاع ما عندهاش وقت ونار ما بالك ما تكون شراره كهربائيه ولا ما كاش شراره كهربائيه والو ما تشعل هكذا يا ربانيه وخلاص احنا شكينا في فعل فاعل قلنا واحد دارها صح ضرب 18 يوم 23 جانفي شعلت هنا الكراج شعلت هنا يعني ما تدخل ويا تشعل داخل دوك تشوف ما علينا شوف بلوس دي ديتاي دوك ندخلوا للدار يعني الدار هاديه فيها هذوك الناس ما عليناش هاي كاميرامان هاك هاي ادخل اني استناكم هنا اذكروا الله طيشنا على جهه ودخلنا كي خرجنا لقينا شاعل في الليل وحده عاودنا طيشناه بعيد على السكنه نص ساعه لقينا قدام الكراج وشكون اللي جابو الله اعلم زيد تدخل الحاله الثالثه حرقت فيا بقشها بخزانتها بريشتها بتلفزيونها كلش بفراشها الباب هذا راه مشى جينا كاش بنسلكو راه مشى تحرق وراه الله اعلم او لا لا كان خش كاع بلايمو هنايا خشي وخش خاوتي محروقه شوف راك تشوف ها لما جاو جماعه طفوا معنا قريب ساعه ولا ساعه ونص وحنا نطفوا كي طفينا هنايا شعلت الشمبر اللي شفتها من تما كي كملنا في الشمبر شعلت عند عمي بعيد علينا ب 40 متر شوف تقول شاليمو شاعل بالحيط الله سبحان الله تقول شاليمو شاعل بالحيط اشوف البريك انا صور شوف بعينك سبحان الله ها هو البر ها لي غورج وراه وبلاطوطريات في نفس النهار في نفس الدقيقه طفينا عنا هنا قلنا خلاص شعلت الخزانه هذيك اللي شفتها بدون سبب احنا طفينا الخزانه بنفس الدقيقه طفينا الخزانه نقزت لعمي بعيد علينا ب 40 متر ما كان لا خيط تريسيتي ما كان والو او عمي حاضر شحال معايله راهي كيما البلديه قاعده خايفين اسمح لي شحال معايله راهي قاعده كيما البلديه مذعورين خايفين ست عائلات رانا فوق سطوحات هذا هو الحوش اللي حكينا لكم عليه النار وين رانا احنا تاني المهم وينك تهرب يا زوالي وين الله المستعان ان شاء الله
الناس هنا راهم واقفين مع كيما مع عيالهم. علي قشاوي، علي قشاوي تفضل. احنا متضامنين هنا مع علي قشاوي، احنا هذه الجماعه ساكنين مسامينهم، النار شعلت في الدار تاعهم. المهم جاونا نشكر الدرك الوطني والحمايه المدنيه ورئيس البلديه ضربت 15 يوم باه جا لينا. يعني ما على بالوش، على بالو بالنار وما جاش لينا، يعني شغل مخليها ايش يقول ما على بالوش قايتنا بينا. 15 يوم باه هبط لينا تحت الهيل. ورئيس البلديه هذا نورمالمون فوطاو عليه الناس، نورمالمون يهتم بالانشغالات تاعهم. وقت الانتخابات يجوا كاع لينا، بس عملية تفوت الانتخابات ما كان والو. الحاج حبيت نفهم حاجة، معليش تفسر لي شوية الظاهرة هذه تاع النار تشعل وحدها وتطفى وتزيد تشعل، وشنو هذه؟ قدرة إلهية، هذه قدرة من عند الله، وحنا رانا متضامنين مع خونا. رئيس البلدية سكر علينا بلاوات ما كان والو، حاجة ما تسع. السيد المعني بالأمر راح للشاف دايرة ما دار له والو. كاينه لي لوجمون، كاينه 50 لوجمون هنا، 14 بلاصه، كاين 14 بلاصه راه هنا مازال ما توسعش. قدر الله تقولوا السيد هذا العيال العائلات هذوما اللي صار لهم هذا المشكل، هما راهم برزقهم وين راهم كانوا ساكنين ويتحرق لهم، يعني اون كاو قدر الله تقولوا بالك يطمع ولا دارها هكا ولا، السيد قال نسمح في كلش، نسمح في الفيلا هذيك وكذا، اعطوني برك دار نسطر فيها ولادي وعيالي ولا لا لا الحاج. السيد هذا راه ما يحوس على حتى حاجه، حنا رانا نحوسوا السيد هذا يشوفوا له حل. راه مولاده برا مليوحين، ورانا الشاهد دي راه شاهد عليها، بلديه كامله راه شاهد عليه، راه مولاده يتلاحوا برا. زويلات وباهم، ورانا في واحد المنطقه مهجوره ما فيها حتى حاجه، ما عندنا ماء، ما عندنا طريق. الطريق راكم جيتوا معاها وراكم شفتوا الحصه هذه واسمها صوت الشعب، وانا راني في بلاصه هنا بعيده بعيده بعيده، يعني ما يلحق لكم والو، ولكن هنا السلطه الرابعه الصوت تاعكم كاع يلحق، يعني راني هنا غير بروفيتيو، قولوا لي واش خص بروفيتيو وانا نقول بسم الله. عندنا طريق، الطريق احنا عندنا مكسره، راك مشيتوا معها شفتها. اي والله الماء ما عدناش، حاجه ما تسعى في المنطقه هذه تاع اولاد تاع اولاد معرف ما تسعى فيها حتى حاجه، معزوله معزوله، منطقه معزوله. لما تصبح ولما تهدر ما عندك لمن تهدر، اللي تهدر يقول لك انا ما خاطيني. لا ما العلاه راه في المنصب في المسؤوليه باش يقول خاطيني. المنصب هذا يعرف نهار الانتخاب. نهار الانتخاب يؤد مع ديما نقول له ملي تفوت الانتخاب ينساك مره واحده. مشاكل كثيره ومتشعبه. مشكل السكن، المياه، الطرقات، يعني مشاكل كثيره. هنا عندكم مشكل تاع المياه؟ كاين مشكل المياه. وهنا كاين سبيطار؟ كاين سبيطار عنده بلا خمس سنين. ديسبونسيري تاع الولاده. هنا عندكم امبيلونس في الدوار؟ مكان كاينه وحده ومكوليه وقيله. مكوليه؟ مكوليه. يعني هنا عندكم امبيلونس وكولات؟ كولينا احنا معاه. سمع على ربي. اي والسبيطار تاع الولاده ما لقاوش القابلات، قال ما لقاوش القابلات مانيش عارف. وهكذا هنا هذا هو هذا هو. قال ما لقاوش القابلات، هذا واقع، قال ما لقاوش القابلات مانيش عارف ما كانش. احنا المو قلت لك رانا بعثناكم على جال الجماعه هذو، رانا متضامنين معهم وراهم مغبونين، وما خسر لهم حتى مسؤول من المسؤولين، ما خسر لهم حتى مسؤول. احنا رانا بعثناكم باش تشوفوا الوضعيه نتاعهم كيف راه صانعه، والله الله قال ذوك هذو الهرب الربي، الهرب الربي. راهم العائلات تاعهم عند بيوت جيرانهم، راهم عائلات وهم راهم يباتوا مساكن هنا البرد. المهم باش يكونوا في علمكم باللي الناس هذو وين راهم، بلاصه مخبيه. بسم الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هذه البلديه، تاع ولد معرف، وهذه طونط راكم دايرينها. طونط رانا دايرينه هنا كما ما كان حتى حاجه، داروا لي طونط هنا باه يوفروا لهم السكن. صح. واش يعطوهم انا؟ لي طونط ما حبوش يعطوا لكم. واش يمدوهم انا؟ يعني هنا هذه راكم تسخنوا في رواحتكم، هنا البرد هنا. كاين البرد كما راك تشوف، هذه راهي طول شعرها. السكنة بالشفاء كان لاباس بها مسكين، راح هذا خلاص. اما تغلب الكونسيرت في قلب الحادث هنا، رانا في كاليتوس. كاليتوس هنا الناس هادوما من 1981 نورمالمون كانوا
عبور، هادو جابوهم من مقام الشهيد، نورمالمون هادوما عبور، هادو عبور، إيبا قال لك راهم مخلينهم هنايا أعوام وأعوام، أروحوا تبعونا نهضروا معاهم. 40 سنة 40 سنة وحنا هنا 40 سنة هنا في الفرارك هادو، واحد ما شافينا. أنتم نورمالمون عبور وتعاودوا تروحوا 5 سنين ونعاودوا نروحوا 40 سنة ونروحوا هنا. جيت أخونا في غابة، اسمح لي كريمو، جيت في عمري 7 سنين يا الرب، ودركا دركا في عمري 47 سنة، عندي 7 دراري خو، السكنة بالشفا ما كاش خو، ما كاش وكاع، ما عندناش مير، احنا ما عندناش، ما اكزيستيش ما ما كانش لي ربتو صبر يخرج من البيرو ما يخرج من البيرو ما يخرج تعال نقبحوا معناها في وجهه، قول له يجي لا شفناه، قول له نقبحوا في وجهه، جامي جلنا جامي. بابا الله يرحمه ساكن معانا، عنده شالي كيما احنا، هو كي يطلع مير شرا ابارتمون باب بزوار. هذا يا ساكن معكم في لي شالي، بارك الله فيك، ساكن في لي شالي مع شيخ بابا الله يرحمه، دوكا اخوه معانا فهمت، ومن بعد هو كي طلع مير راح لسوريكال فاهم، وهنا شو ابارتمون ربي سهل عليه، المهم هنا ضرب علينا النح، هنا في الفوط كل القهوه يريح معنا ويخلص لنا قهوي ويقولنا اضربوا علي اضربوا علي فهمت، من الفوط من الفوط اللي هنا حشاك الزبل باش يردوا حشا وجهكم حشاك الزبل حتى نقولكم واش نديروا، ادوني ادوني نشوف عينات من ديور لكم ساكنين فيها. بلا قليل ما تجي لكم بالواحد. أروح الدار فيها ثلاثة. هذه العينة الأولى راح ندخلوا لهم. محال محال. شدت كاميرا تشم تعرف. شوف كوزينة هذه تاعها هذه مسكينة. صوانية ها. محال تسكن هنا. وحدة. أروح أروح زيد شوف لنا أخونا أروح أروح شوف شو وليدها مريض مريض. المرض اللي عنده اروح 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 ربي يشافيه المرض اللي عنده اروح كان لاباس بيه مسكين راح هذا خلاص خلاص واحد ما يشوف فيه غير ربي سبحانه نعاونوه شوف اللي عطانا احنا مضرورين معليش مضرورين بصح شوف حالته اخو واش رانا وين رانا احنا هذا الدوزيام شوف دوزيام هذا صاحبي مروان دوك يا ربي علاه يا علاه علاه واش تقول له؟ اه دنا السكنة برك ان شاء الله طالب السكنة يا خويا باش يرتاح يرتاح شم هاك شم شيخ هذه مادة لاميونت شوف 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 هذه مادة لاميونت هذه دير الكونسير عندنا واحد 6 ولا 7 ولا حومات ديجا ماتوا غير بالكونسير غير كيما تفنى زوج وليدي راح صغير 5 سنين ها مات حكمته الحمى فيه لداخل الشالي هذايا ترحم وليدي ما تقدرش ما تقدرش خويا هذه السكنه شوف شوف مادة تاع لاميونت هذه ديال الكونسير هذه مات مان الله يرحمها صغيره لا لا بنت 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 ماتت خلاص المرض حكمها المرض خلاص ما تقدرش وليك كل خيط 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 فتم المرض اللي ما شاء الله ما شاء الله شو ما شاء الله ربي يرحمها ربي يرحمها ويوسع عليها خلاص انا مسال خلاص انا شوف فيها يا مسال ورا الدولة اللي عندنا ورا خلاص انا مسال خلاص يشري لها لحد امرك لله بابا امرك لله امرك لله بابا ربي يرحمها ربي يرحمها راهي في دار الحق وين ما يتظلم حتى واحد ان شاء الله هنا الاكتضاض اللي راه واقع بدا من 1982 نورمالمون البلاصه هاديه يقعدوا فيها بروفيزوار ابري يروحوا هكا كانوا متفاهمين من الناس هادوما كبرت كبرت الناس تكاثر هذا يزيد هذا 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 ولا الشغل هنا انفجار راكم فاهميني يعني انفجار يعني الناس هنايا فوق تريطوار يبني فوق الله غالب الدار هذه اللي دخلتوها منا كاين عباد كاين راجل مات منا واحد دفنوه يا اخو مريض بالكونسير مرض هنايا الاخ اللي ما عندوش لي ماشي مريض مريض بلاليرجيك يعني هنايا يعني هنا هنا واش راني نشوف الامراض اللي راكم تعانيو منها مرض الكونسير كون هاري يدي واكي وليد حومه مسكين زاد زاد وليده 3 شهور حكموا المرض يا ربي 3 شهور مات كونسير لا قوه الا بالله انا وليد البال عم تيبركيلوز مرض السل وكاع حكمنا لا هو ما نقدروش نتنفسوا ما راكش شايفنا كون تشوفنا في الضيق ولا ما تقدروا من الانترنت ولا الميديتي انا عايشين على شكل كلاب راه مخير منا
تدخل لك تبعينك تدخل تخلص الدار ديجا لا بروف. المير المير عنده شالي هنا معنا ما يجيش. هيا قول لي كيفاش ما حبيتنيش انا نحرق هاشك واش نقول لكم نرش الماء قدامه عيب. قال لي روحنا من الخيم نقعد هنا. قال لي واش نقعد ندير هنا في البلاد واش نقعد او حرق او في حاله مسكين او ربي اللي يدري به. يا خو انت وين شتا دومي الفابوطو داخل دار جامي شتا يا خو جامي ورا مسلوطات. نرقد مع خويا في البيت من داك يحاوزني يقول لي ارقد برا. نرقد هنا بلاصتي في الكولوار برد شتا هايلك هاي مغلق قاطني معلش نرقد هنا يا في الكولوار برد شتا. وين جات نرقد ديك نار تلجي صب وانا رقد هنا ماشي هكذا والله ما حق. جينا من 82 لهنا يا اخو 82 وحنا هنا فوالا الطفل كيجي بدري يقول لهم بالك واحد ما يدخل واحد ما يدخل. ايه بنرقد مع البنات والدراري في الصالون يا اخو ولا غير عيب. كنا اوبليجي علينا باش نروحوا لبلاصه شويه عاليه رانا في مدرسه قرانيه قيد تاسيس هيت نخدم باش نشوفوا حاجه من الفوق. المهم الحاجه اللي نقدر نقول لكم هنايا الناس هادو ما جاوا 1982 كانوا قال لك في تماك اليبوك قال لك ترانزيت مده مؤقته لو طون يرحلوهم يروحوا. ايبا الناس هادوما جابوا ولاد 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 هنا واش وقع انفجار تو سامبلومون انفجار هنا. ما يخفلكمش بلي انه كاين ناس راهي تبني فوق لي طريطوار وين تلقى عفسه هكا تبني 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 تبني. المهم هنا 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 كوارث وانفجار عظيم سكاني كما نقولوا كي نشوفوا الراي تاع الناس وبليجي علينا نروحوا عند الراي الاخر. يعني الناس هضروا على البلديه والبروبليم هذا في هذه البلديه ايبا من حقنا نجو عند البلديه تاع الكاريتوس. عيطنا للمير قال لك في رمشه عين المير وراه كان هنا وراه شفت من الزواليه تحت الكربون صمتو قلبي عيان شفت اللي قال انا مسؤول انا ردو اطلع من الحساب فوني يحسبو عندهم سيستم الله من اللي حدايا ما نعرفوش.